بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل سلطة مستهترة كسلطات آل خليفة لا تراعي أدنى حقوق الإنسان بالنسبة للسجناء، طبيعي شعب البحرين يكون في قلق شديد على سجنائه، رموزه وباقي أبناء الشعب. قادتنا في خطر. الأستاذ حسن مشيمع الرمز الديني والوطني الكبير يعاني من السرطان ويحتاج لعلاج مستمر ومدارات مستمرة. السلطة تحاول أن لا توفر ذلك، بل تحاول أن تتعمد الإبطاء في ذلك من أجل أن تسوء حالة الأستاذ حسن. كذلك الياس الملة أيضا يعاني من السرطان، وهو والسلطات تتعمد في عدم العلاج. اليوم ليس هؤلاء فقط، وإنما جميع سجناءنا وعلى رأسهم الرموز والقادة في خطر.